سلاو بینەرانی کەناڵی ئاسمان ڕێگا لە بەرنامەی ئەمجارەی سەکۆی چاپ لە کەناڵی ئاسمان ڕێگا دیدارێکی زۆی تاربێت لەگەڵ هاوڕێی ئەلیاس خەلۆ سڤۆرا یەکەم شوعی یەزیدی ساز دەکەین بەخێربێ هاوڕێ جان. هاوڕێ جان ئەلیاس خەلۆ سڤۆرا کێیە؟ من هو ئەلیاس سڤۆرا ئەلیاس خەلۆ سڤۆرا. نعم نعم أنا معلم متقاعد خريج عام 1948. أول تعييني كان في ناحية سليباني العاصي، وبقيت سنة في العاصي هناك درس أول وثاني وإنجليزي صف الخامس والسادس، وبعد ذلك نقلت إلى ناحية الشمال كرسي بأمر فتح مدرسة جديدة في سنجار بأمر من المرحوم جدا سعيد قزاز، والتحقت بالمدرسة 11/11 عام 1949، وخرجت تلاميذي لحد الآن منهم أساتذة وأطباء وضباط، ولفخر أنه وبعدين نقلت إلى بارا، هم قرية بسيطة على الحدود العراقية السورية. هاوري ألياس شلون تكلاو سياسة دويت؟ رفيق ألياس كيف دخلت السياسة؟ دخلت السياسة عن طريق كان هناك في دار المعلمين الريفية في بغداد الرستمية أشخاص كانوا عندهم علاقة بالحزب، وإحنا رحنا للمدرسة ناس بسطاء لا نفهم شيء من السياسة، من بعشيق ومن بحزاني قرية تقريبا، أميين أكثرهم يمكن ما يتعدون اللي يعرفون يقرؤون يكتبون على عدد الأصابع. فدخلنا عن طريق واسطة أحد الشيوخ ماليزيدية، توسط لنا ودخلنا في دار المعلمين الريفية. فهناك صار لنا مشاكل مع بعض المتدينين الإسلاميين طلاب، فأرادوا الاعتداء علينا. فقسم من الطلاب الكلم انتماء سياسي ساعدونا وحامونا، لأن كنا اثنان فقط. هم هواية؟ بل نعم هم هواية، هم بالطبع شعبة حوالي 40، أزيد من 40 احنا بقسم الداخلي. فأحدهم بنفس الكلمة قال راح أشقق دينه الذي يعتدي على الياس وعلى مال الله. فلما اسلوبهم هذا كان كسبونا على أساس احنا هم حماية لنا، وعن طريق هالاتصال أخذوا يبثون أفكار الشيوعية في وفي زميلي مال الله ديوالي حسن. يعني قبلها ما كان عندك أفكار سياسية؟ أبدا، لأن يعني عمري كان حوالي لا يتجاوز الـ14 سنة. ما كان ترتوتيك الله سياسة دويت وأنت دخل السياسة. بعدين بالـ46 دخلت بالحزب. الطريق من؟ عن طريق واحد هذولا هيئونا، وكان أستاذنا ينظمنا دار المعلمين الريفية بالكرادة خارج، واحد اسمه عزيز سفايا عنده مؤلف الحزب، كان ألف عن الحزب الشيوعي صابئي. ايه عزيز سفايا. الطريقة بل عن طريقة نعم هذا، وإحنا نقلناه أفكارنا إلى قرية بحزاني وبعشيقة، وكان نلقن لهم أفكار.
منو كان كيبو يا كم شيعي لناو يزيدي كان منو كان اول شيعي داخل يزيدين اول يزيدي شيعي اول يزيدي شيعي غير منظم سليج يوسف ومنظم منظم هو الياس خلو حسن الياس خلو سبورة وما ظل ديوالي اثنينكم اثنين سوا شون رخصنا كانت عن لناو يزيدي كان بلاو كردوا كيف انتشر الأفكار الشيوعية داخل يزيدين؟ عن طريق الصداقة. كيف؟ فأنا بعد الفصل أصبحت هارب. ثالثا يا سنة. فصل عام 1963. 63. عام 1963. اعتقد يمكن الشهر الخامس كان خمسة يعني قبلها كان الشيوعية ما منتشر داخل يزيدين ابدا ما كان ولا حد يعرف 58 58 ما احنا قبل 58 انت تقول 63 و 53 بلي انت قلت 63 فصلت ب 63 ايه ايه نعم مو انا منتمي بال 46 نعم ويا سنة انتشر الشيوعية داخل اليزيديين من 1946 نعم احنا نعمل تعملون نعمل الافكار نعم بين المعلمين نعم ونقعد بالشيخانة ونتناقش ونبث افكارنا وين؟ داخل المعلمين وين يا مدري بحزاني بحزاني وهي بعشيق ايضا نعم ايه الى ان صار تنظيم قوي في 58 صار تنظيم قوي جدا بال 58 انت وين كنت؟ 58 نعم انا معلم في بعشيقه اي نعم كيف استقبلتم ثوره في ذاك اليوم؟ استقبلنا الثوره بالاهاليل وبالتصفيق وبالتأييد وبالمظاهرات واتذكر انه كان يذيع البيان في إحدى المقاهي في بعشيقة مدير الناحية اسمه حازم توحلة وهذول مواصلة مشهورين في رجعيتهم وفي شراستهم صيح على صاحب الشيخانة أن يطفئ التلفزيون فرجع عليه سليج يوسف قال له اخرس انشب هذا ثورة والثورة راح تحطمك وتحطم امثالك هذا القلت الشيوعي الغير المنظم هو الذي رفع صوته على مدير ناحية ومدير ناحية ما كان منه الا ان انهزم وبعدين احنا تعيننا بسجار معلمين بعد 58 أنا ب 49 تعينت معلم بكرسي نعم. وكان عندي أصدقاء كنت بث أفكار نعم. مو على أساس أفكار شيوعية نعم. أفكار ديمقراطية وتصرفاتي انعكست على الأهالي فصار حب ما تنظيم حب فالتنظيم بعد 58 صار في سنجار يعني قبل 58 ما كان ولا تنظيم شيوعي في سنجار شلون اهل سنجار استقبلوا حزب الشيوعي ولا 58 والله انا اتذكر في همدان تقريبا كنا مسيطرين بالقريه كلها نعم قريه ما يتعدى نفوسها 70 بيت نعم رؤساء القريه الرؤساء مالهم ثمانية منهم صاروا كسبتهم شيوعيين منظمين واقدر عدهم تريد عدهم كيفك انا مسؤول عنهم الياس خلو مسؤول عنهم خلف شاشان ابراهيم بابير بركات خلف وهو كان شيوعي منظم من قبل
احد الشيوعيين في سنجار اسمه سليمان صولبنت، اول شيوعي في سنجار في 58 كان هو سليمان صولبنت. انتم كنتوا اقوياء في سنجار لو حزب الديمقراطي الكردستاني؟ احنا اقوى، ما كان حزب، ما كان حزب ديمقراطي لما احنا كنا ننظم. بعدين بالستينات ورا الستينات صار تنظيم الديمقراطي، وبالبعشيقة ما كان معدم ما عدا شخص واحد، أمي جاهل لا يفهم ولا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف قضايا القومية ولا الكردية ولا السياسية. من كل بعشيقة وبعثاني شخص واحد فقط كان من حزب الديمقراطي، على الديمقراطي. نعم، وانت باقي في بعشيقة؟ نعم. وشلون شنو كان نشاطكم داخل إيزيدين؟ نشاطات ثقافية، نشاطات اجتماعية، كمنظمة شيوعيين كشيوعيين شنو نشاطاتكم؟ أهل القرية، قرية بحزاني، نعم، كانت مقفلة للشيوعيين. نعم، ولا زالت مقفلة، تقريبا مقفلة، ولا زالت. أقوى تنظيم موجود بالعراق بالنسبة للسكان هم منظمة الحزب الشيوعي في بحزاني. نعم. وعندنا هسع بيها واحد عضو لجنة مركزية اسمه ماجد حسن البيتر. نعم. يقولون الإيزيديين اشتركوا في قمع حركة شواف في الموصل. نعم. شلون هاي كان؟ يعني مؤرخين يقولون هيك، يقولون انا من الناس. نعم. مع ما يقارب 15 واحد، نعم، ذهبنا الى الموصل وقدمنا نفسنا متطوعين ضد الشواف، ضد الحركة، قبل ان تعلن. عندما كانت كامل قزانشي وزميله لا أتذكر اسمه استحاليا كانوا في الطريق الموصل، كان سوت عصيان، رحنا للموصل وعرضنا على الحزب تطوعنا للدفاع عن الثورة. أول مجموعة يزيدين، أول مجموعة. وبعدها ما أتذكر شنو كان موقف اليزيديين. موقف اليزيدية 99% كانوا ضد الشواف. 99%؟ أكثر من 9. ليش؟ لماذا؟ لأن الثورة خاصة اليسار، نعم، كان محتوي اليزيدية ويحمل شعارات تلبي مطالب اليزيدية، مثل إصلاح زراعي، تكوين النقابات، حرية. شنو كان موقف الملاكين اليزيديين من الشيوعي؟ ما عندنا ملاكين يزيدية أبد، تقريبا معدومة. رجال الدين، شيوخ، رجال الدين كان كسبناهم. حتى رئيس القوالين أتذكر كان غير منظم ولكن كان متعاون معنا. يقولون الشيخ الإيزيدية ساعد الحزب الديمقراطي في أول مقر تأسسوها في مدينة دهوك، كيف كان هاي الشيخ الإيزيدية ذاك الوقت؟ الشيخ الإيزيدية كانوا فقراء مع الحزب الشيوعي، لكن الشيوخ والرؤساء كانوا مع حزب الديمقراطي الكردستاني. كان مع الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو بابا الشيخ. بابا الشيخ وابنه، ابن بابا الشيخ، نعم، حسين، بعدين قتلوه الديمقراطي، قتلوه. نعم. كان منتمي الى الاتحاد الوطني، حركة الاشتراكية، ما اعرف. نعم. اي حركة، انا ما اعرف الاكتي يعني. نعم. كان منتمي الى جماعة جلال طلبالي. نعم. قتلوه. نعم. وعلى اثره قضايا عشائريه
عائلة بابا الشيخ كلها تعاونت مع الديمقراط مع الاتحاد الوطني. نعم. هو اكو يقولون حركة الشواف كان شخص تقدمي ويساري شيوعيين اعتادوا عليها. انت شلون؟ والله احنا اللي انا كشيوعي كنت نعم ما مفهوم هالشيء. استمعت هالفكرة من بعد القضاء عليهم. نعم سمعت يعني بي. يعني سمعت هالخبر. نعم. على أساس الشباب أيضا كان وطني وتقدمي وكان يحمل أفكار اشتراكية. وصحيح. ولكن أنا غير مقتنع لأن كان الشواف مدفوع من قبل جمال عبد الناصر. نعم. ومن قبل الجمهورية السورية التي كانت في اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة، كسوا اتحاد سوريا مع مصر. نعم. وعن طريقهم محمود عزيز كان أحد أركان ثورة الشواف، بعد فشلها انهزم إلى سوريا عن طريق الكسك، من الكسك على سوريا. وهسا أنتم عندكم تنظيمات داخل يزيدين، أنا أسأل قبلها من شنو كان نشاطات الحزب الشيوعي داخل يزيديين من 58 بالعلني كان تشتغلون، شنو نشاطاتكم؟ ما عدا التنظيمات. عندنا جمعيات فلاحية. جمعيات فلاحية. إيه نعم موجودة جمعيات فلاحية، وكان عندنا جمعيات نقابة عمال. نعم. نعمل يعني بداخل العمال. نعم. بس اللي كان يقودها نعم. يقود التنظيمات أكثرهم كانوا معلمين مثقفين يعني. يعني عمال ومعلمين يقودوا. إيه نعم المعلمين كانوا يقودون التنظيمات العمالية والفلاحية. إيه كاكا إلياس شلون يصير؟ عمال معلم ما كلم. نعم. كانوا فلاحين أميين أكثرهم كانوا أميين. نعم. ما يعرفون يقرؤون يكتبون. يعني أنتم شنو كان نشاطاتكم؟ ما عندكم نشاطات داخل يزيدين؟ شلون تنظمون؟ شلون تجتمعون؟ وشلون مثلا اجتماعات شلون احكينا عنهم؟ ما عندكم مجلة خاصة في ذاك الوقت؟ لا ما عندنا مجلة. نعم. احنا تنظيمات كانت موجودة مثل ما قلتوا، كانت فقط الشيوعيين هم كان عندهم تنظيمات. نعم. بقية الأحزاب كان فقط نفر واحد. نفر واحد هذا بارتي. نعم. وكان نفر واحد بعثي. بعثي. الوقت. بعد ال 58. بعد ال 58 كان اسمه حجي مادو. حجي مادو. ليش هو دخل؟ عمه كان شيوعي. نعم. هو كان طالب بدار معلمين الابتدائيه في بعقوبه. نعم. هناك استطاعوا ان يكسبونه الى البعث. نعم. نعم. وشوي شوي نروح على انقلاب 63، وين كنت بالانقلاب 63 لما؟ انقلاب 63 كنت في بغداد. في بغداد، ليش؟ كنت معلم في الكوت. نعم. لازم ابات ببغداد، اجي من بعشيقه من بحداني على ما اصل العصر لبغداد. ف بيت بغداد، قمت صباحا ركبت سيارة للكوت، في داخل السيارة سمعت نبأ الانقلاب. أثناء ما نريد أن نعبر معسكر رشيد في طريقي للكوت. نعم. كان حرس قومي موجود في السيطرة. نعم. في معسكر باب معسكر الرشيد. نعم. فوقف السيارة ونزل النفرات وأراد يغتالني. شاف شكلي. نعم يا سيدي. مش شكلي، قال ما على اساس ان انا شاربي شارب شيوعيه ما يزيدي يعني. فاراد يفتر وراي، انا انهزم منه. جت طياره، انا موجود بالباب مال المعسكر. نعم. معسكر رشيد، وقصفت المعسكر، فهو تركني وذهب الى المعسكر واشتغل، بدا الرمي والمقاومه في داخل المعسكر. فأنا انهزمت إلى أحد البيوت إلى أن انتهى الحصار، سحب البيت
ساحتني خاف، قال لي انفتح الطريق روح على بغداد. رحت على بغداد رأيت اثنين شيوعيين، واحد منهم عسكري اسمه نوري الياس، واحد منهم شيوعي كان معنا في اللجنة المركزية في التنظيمات اسمه شيخ صبري، هذا شيوعي قديم كان في دار المعلمين العالية، كسبته اسمها سعيدة ساسون، زوجة أخت له زوجة 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 عضو اللجنة زكي خيري. زكي خيري زوجة زكي خيري، سعاد خيري ايش كان يسموها؟ نعم سعاد خيري، وهي كانت قبل خطيبة ساسون رفيق ساسون صارم، كانت طالبة بدار المعلمين العالية واختفت. استاذتي ننام بريك وديني ولاتان رفيق الياس. نعم. كيف كان تنظيمات حزب الشيوعي داخل المعلمين؟ بصورة عامة. بصورة عامة. كان مقفل للشيوعيين. بالبغداد تمنى؟ بغداد ما أعرف. نعم. بس في دار المعلمين الريفية تقريبا كان مقفل. للطلاب وللمعلمين. للطلاب. للطلاب تقريبا مو كلهم شيوعيين. نعم. يعني الشيوعيين هم كانوا مسيطرين. نعم. هم كانوا يقودون. نعم. حتى مدير المدرسة كان مؤيد للشيوعيين. أبو نجيب. اسمه ما أتذكر اسمه. ذاك الوقت كان بالأربعينات بغداد وأنت طالب فيها كان كل أيام مظاهرات وكل أيام صراعات. والله أنا ما أذكر، بس مظاهرة 1948 اشتركت معها، مظاهرة معاهدة بورتسموث. نعم. وقت كان رئيس الوزراء صالح جبر. نعم. وصارت معركة الجسر. نعم. أتى الحزب بها رفاق كثيرين، والرفيق أبو نضال. نعم. توماس القس. نعم. كان أحد طلاب بالصف الثالث يمكن، وإحنا كنا بالخامس بالصف المنتهي، اشتركنا بالمظاهرة فهو انجرح في أنفه. نعم. وإحنا كان نقود المظاهرات، الشيوعيين كانوا يقودون المظاهرات في كل بغداد. في كل بغداد. كل بغداد. بس يعني كل أيام أربعينات خاصة أواخر الأربعينات كلها كان صراعات ومظاهرات وهاي. بعد الثمانية وأربعين. نعم. أنا نقلت من بغداد. نقل. جيت على الموصل على بعشيقة ما بقى لي علاقة. نعم. معهم. وراء 58 صار انتخابات داخل المعلمين والشيوعيين فازوا في كل العراق. فازوا. وفي منطقتكم وفي ميصل شلون كيف كان نتائج؟ نتائج احنا كان رشحنا واحد اسمه شيخ حسين فاز بالانتخابات النقابة. شيخ حسين. نعم. رشحناه نحن الشيوعيين رشحناه. نعم. عن منطقة بحزاني والشبك، حتى كان عندنا تنظيمات داخل الشبك. كيف كان تنظيمات حزب الشيوعي داخل الشبك؟ كان تقريبا ما كان عندنا منافس. هم مقفول. بلي مقفول. كان مقفول في عمر خابتشي كان مقفول لنا، ولسه موجود هذا الرفيق، وهسه عندنا ابو جربوعه. نعم. رفيق عضو اللجنه المركزيه فخري. نعم. معلم اللغه الانجليزيه بالشيخان. نعم. هسه هو اللجنه المركزيه مال الحزب الكردستاني. نعم. يمكن تعرفه ما تعرفه مو مشكله.
جئنا بعدين شو سويت ب 63 لما انت بالبغداد ومعسكر رشيد انقصف، بعدين شو سويت؟ رحت التحقت. وين؟ رجعت على بغداد، على بغداد. نعم. بقيت عند احد الرفاق، كان نائب ضابط اسمه نوري، انا والرفيق شيخ صبري براد. ضلينا ثلاث ايام، فتح الطريق. فرحت لكوت. نعم. ومن الكوت للحي، ومن الحي رحت عن طريق الماء، مو بالسيارات لأن خفت لا اعتقل، فعلا كنت اعتقل. سايق اللي تودي عن طريق الماء المركب يسموه ريكا. نعم. كان من أهل العقابية، فشافني أخذ يبوسني. أنا غيرت زي، قصيت شواربي صراحة. إيه. ورحت شفت الرفاق معلمين اثنين هم رفاق، يعني علمي لكم، ما واحد اسمه جاسم واحد اسمه صالح. نعم. صالح من أهل النعمانية، والمدير جاسم من أهل الحي، فهو عينوه مدير خريج جديد، ولي ولصالة ما عينونا على أساس إحنا شيوعيين وأنا من الشمال. ما يصير، فقلنا له ما يخالف أنت كن مدير وإحنا ندير المدرسة. فعلا هو مدير وإحنا ندير المدرسة. كتب وما كتب وتنظيم وجداول وجدول التعليم وشيء. يعني بقيت في الجنوب. بقيت في الجنوب إلى أن انتهت المدرسة. نعم. فرأسا من الحي إلى بغداد، بتت بغداد صباحا، رحت على سيارات برطلة، مو على الجراج، سيارات برطلة تشي نفرات ما تمشي على الموصل، تمشي على طريق كركوك. نعم. فركبت أنا وأخويا، كان جاب طلبي، جاء علي أخويا الأكبر مني متوفي، رحنا على الجراج مال سنجار من موصل. قال لي أنت روح على سنجار وأنا راح أجيب عائلتك. بالطبع كان غلط، لازم ما كان يخليني، لأن احتمال يعتقلوني داخل الموصل. أنا محكوم ب63 غيابيا. غيابيا 6 أشهر بموجب المادة 43. نعم. إيه. فهو راح على بهزاني، أنا راحت على سنجار. نعم. بالطريق السيطرة من كل السيارة قال لي هويتك بس أنت، بس لي أنا، عندي بس فراش بطانية ما أعرف إيش من فوق، طعت هويتي. فمن حسن حظي أنا محكوم باسم إلياس خليل. نعم. مو إلياس خلو، خلو إلياس خليل. خليل فتش ما شاف، قال روح. فرحت أتذكر بالعشرة وصلت للسايق، قلت له وصلني على همدان. الرجل ما امتلأ، وصلني على همدان، فرحت على بيت أهلي، يعني أهل زوجتي بالليل، وأخويا جاب عائلتي لهمدان، وبقيت في لهمدان إلى 31/12/1966 ألقى القبض علي. وبعد متصل ويا الحزب؟ أنا متصل مع الحزب وعدد تنظيم، وكنت في داخل سنجار في المدة عضو لجنة القضاء. عضو لجنة القضاء. ودائما اجتماعاتنا في قرية، انت ما شايف سنجار. ما شايف سنجار. نعم. سنجار جبل يحد من سوريا تقريبا نهايته تصل الى كركوك. بالموصل يصير تلول وما تلول، ويرتفع عند بيجي وكذا. ف سنجار مرتفع. اكو قرية اسمها
هذه القرية قاعد بيها الشيخ صبري. نعم. هذا كنا مع اللي التقينا ببغداد. نعم. وقصته قصة. فنروح نسوي اجتماعات بهذيك القرية. ليش؟ لأنه لما نسوي اجتماعات نخلي أحد الرفاق حرس على البيت. إذا أكو سيارة معناها أمن، لأن ماكو سيارات على القرية. صح. فما صار لنا حدث إلى أن تبدلت الرئيس، رئيس اللجنة، لجنة القضاء، شكينا به نحن، عزلناه. جاء واحد من بهزاني اسمه جمعة حجو، وكان ملتحق بالشمال، وولاده واخوته كلهم ملتحقين بالشمال. واحد منهم ابو عمشة يمكن سامع باسمه، بالمانيا هو، بالدنمارك، لا بالمانيا هو يمكن، والله ما اعرف، يجوز بالدنمارك. على كل قلنا له يابا احنا كان قررنا الاجتماع دائما بهالقرية او بنميلي، قرية نميلي، ونخلي حارس على الجبل، على البيت، مو على الجبل، على البيت. اذا اكو سيارة رأسا ان نتوزع او نهزم، نختفي بالجبل الى ان نعرف السيارة شنو هي. فهو خالف، نزل على مدان قرية اللي أنا بيها وما شاورني. نزل كان عضو تنسيق اسمه حسن مصلاوي، نزل عنده، نزل عنده ودى بطل عرق من همدان، وأخذوا يشربون وفتحوا الشجرة، ومع الأسف الشجرة كانت تحوي أسماء صريعة أكثر من 50 اسم لشيوعيين قدامى أن نتحرك عليهم حتى نعيدهم للحزب. فأثناء الليل الأمن قبض عليهم ولزم الشجرة بكاملة، قسم منهم هذول بأسماء صريحة، وأنا عندي 3 تنظيمات بقري جامعة وبهمدان بقرية لخ، كان عندي رفيق واحد، 3 لزمم، قدمهم هدية على طبق من ذهب، والتنظيم كله انهار. انهار. اي والله. وبعدين انت سجنت. انا سجنت 31 12 1966. كم بقيت في سجن؟ بلي؟ كم بقيت في سجن؟ ظليت بالسجن مع التوقيفية، لأن بعد ما هذا ودوني للنقرة، أنا محكوم إداريا غيابيا للنقرة، قضيت المدة الغيابية وبقيت موقوف في سنجار وفي تل عفر وفي الموصل في المحجر تقريبا إلى عام 17/5/1967. وأوكاتي درت في بيوانديت كردوة، ولا ما طلعت في سجن اتصلت مرة أخرى بالحزب؟ فردي يعني مو تنظيم. نعم. بقيت فردي إلى هاليوم. كان عن طريق ابن أخويا، ابن أخويا خليل خدر خلو، أنا مربي، كان ملتحق بالشمال، وبعدين جاء على بعشيقة، كان يجيب لي أخبار الحزب. حتى مثل ما قتولك جاء عرض علي الجبهة، أما لما كان يصير عندهم قضايا كان يعرضون علي، لأن يعني أنا شيوعي قديم، كان يعرضون. قلتوله هاي الجبهة ما يمكن تصير. قال إحنا متفقين مع البعث المناطق اللي نحررها نطبق الشيوعية بها، بنفس الكلام. قلتوله هالشي ما ممكن، أنتم راح تدخلون جبهة مع البعث، تكونون عميل لهم. نص العبارة عطتوله، قلت له راح تكونون عميل للبعث، وهذا خيانة بهذا الحزب، لأن ما يصير الحزب الشيوعي يدخل في أي اتفاق أو أي جبهة أو أي تعاون أو أي تواصل
إلا هو يكون قائد. ودخلوا الحزب مع الأسف، وبعدين خانوا بيهم مثل ما شفت أنت، حتى أحد رفاقنا بحزاني أسود قتلوه بغداد، وقتلوا خليل سمو، هو واحد لخ هم بحزاني، قالوا له من هزمه حتى تجي الطيارة تضربه وتقتلهم، قتلتهم. إفتاء مام الياس عمري بونا واتصالت جت باوري بالسوشياليزم هي الآن. الرفيق الياس عمره تقريبا 90 سنة، بعد يؤمن بالاشتراكية؟ لا زلت أؤمن وسأؤمن، وإذا رجعت للحياة مرة أخرى لن أعتنق إلا الشيوعية. لماذا؟ لأنني مؤمن بمبادئ مو بالقيادة، مؤمن بالمبادئ. أنا شخصيا أشك بإخلاص القيادة بكفاءتها، مو إخلاصها، أشك بكفاءة القيادة. إحنا نتكلم عن أفكار. أفكاري لا زالت شيوعية وتبقى وسأبقى إلى الموت. وأقول لك مرة ثانية، إذا مت هكا جارك دي ممري والزبري ما اعتقادناك مغير بشيوعية. بو ما مؤمن بالأفكار، أنه مؤمن بأنه العلاج الوحيد لحل أزمات المجتمع ما يمكن يتم إلا عن طريق الشيوعية. التعصب الديني والتفرقة الدينية والتعصب القومي، والتعصب القومي سواء كان عن طريق الكردي أو العربي أو غيره، ما يمكن يعالجه ما عدا الشيوعية. وهذه أفكاري ما يمكن أن أحيد عنها. وأين استغلال الطبقي؟ نعم، أين استغلال الطبقي؟ ماكو استغلال أساء، كله استغلال. أين العمال؟ أين الفلاحين؟ أين التنظيمة الفلاحية؟ أين الإصلاح الزراعي؟ أين المعامل؟ الكل تعيش على الرواتب والمنح اللي تقدم لها. إما هو بيشمرقة، وإما متقاعد يأخذ راتب مال بيشمرقة، أو متقاعد يأخذ. أنا سحب بحزاني، عليش نعيش إحنا كلنا على التقاعد؟ عمال موجود كم معمل طحيني، غير شيء ما موجود مطلقا، في حين أنه 90% هم عمال. إذا أكو بناء ما بناء اشتغل كم عامل معاهم وغيره ماكو. لكو تايدا زور سباس بو هاوري الياس خلو سفورا زور سباس بو بشار كرين لبرنامه كمان سباس بوش كبينر من بهواي دار لبرنامه شدي كي سكوي تبت. أهلا وسهلا، وسأبقى شيوعيا وسأبقى شيوعيا وسأبقى شيوعيا.